السلام عليكم. نظرا للتحديثات التي قامت بها اليوتيوب وذلك بإضافة هذه زر الجرس، ندعوكم جميعا أحبابي بتفعيل زر الجرس في الهاتف أو الحاسوب، وهذا كله من أجل التوصل بجديد القناة فور نشره. والسلام عليكم. دكتور عماد، موجد لكم والأول مرة جوج الوصفات، واحدة للتدليك لحرق الدهون اللي هي محلية، وثانية هي أيضا واحد الكوبفان أو قاطع أو قافل للشهية، طبيعي مضمون وآمن. دكتور عماد، البارح تكلمنا على الأعشاب وأنا كنعقل على أنه درنا واحد اللائحة اللي درنا حداها ثلاثة المرات لا للاستعمال، يعني السيدات او الساده اللي كيسمعوا لنا يبعدوا عليها. ثم هضرنا على كل الخلطات العجيبه اللي كيدهنوا السيدات للتدليك على الجسم باش يحرقوا الدهون. هضرنا على البوماده ديال الحرق اللي كتستعمل عاده من بعد ليبيلاسيون، ولا السيدات كيخلطوها قلنا مع الحامض، واللي هي كتتهرد الجلده ديال البنادم. هضرنا على الخلطه ديال الصابون البلدي والدواء الاحمر هضرنا على لويل دو بارافين اللي كتستعمل مازال عندنا في بلادنا لي ماساج امانسيسون، يعني لكل حصص التدليك اللي كتضعف اللي كتساعد على التنحيف، وهي اليوم تمنعات في الاستعمال مثلا غير في اوروبا، غير فرنسا اللي قريبه راه هذه الماده ما بقاتش نهائيا كتستعمل، لانه بان انه عندها مضاعفات على الجلده وكتقدر لا قدر الله تؤدي لظهور سرطان الجلد، ياك متبعه معك مزيان. نعم. شنو الامور الاخرى اللي قلنا البارح؟ لا نعم، اللي احنا كنا غادي نوقفوا عليها، بقات لينا اننا غادي نهضروا على الحبوب الهرمونات، وكذلك حيت احنا اليوم غنهضروا على حبس الشهيه. ما فيها بس غادي نذكر الاخوات كاينين واحد حابسه الشهيه في الاعشاب اللي ولاو دايرين واحد الضجه، يعني كما كنقولوا واحد لا توندونس، واحد الموضه اللي ولات كتستعمل جراء اولا بعد الانترنت كما كنقولوا، اللي دائما كنلقاو فيها المعلومات الغالطه في الاغلبيه، وخاصه في هذا المجال. علاش انا كنتحمل المسؤوليه ديال هذه الهضره؟ لان كتنفعنا الانترنت، ولكن في الامور العلميه، في الامور كما كنقولوا اللي كتكلف اللي كتخص الصحه ديالنا، فهنا ما خصش اي واحد يتلعب بها. لان كتلقى مثلا ذاك الفورم او ذاك كيكونوا فيه مثلا مجموعه ديال السيدات ربات البيت اللي كيكونوا كيتقاسموا المعلومات بيناتهم، كتجي واحد السيده مثلا او واحد الانسان اللي شافها في شي بلاصه وكيلوحها في هذاك الفورم، وكل شيء كيولي كيستعملها بطريقه عشوائيه. ثانيا الخطوره، ومازال كنأكد ان المواد الطبيعيه راه الخطوره ديالها راه صعيبه، وان المواد الطبيعيه راه الا ما كانش واحد الدقه في الاستعمال ديالها راه يمكن لها تسبب لنا واحد المشاكل التي لا يحمد عقباها. ولكن بين قوسين قبل ما نبدا في هذا الموضوع ان شاء الله اختي سناء، انا واحد المساله كتعرفيني ديما كنوقف عندها انا يعني كاب وكقلبي مع الوليدات اللي كيكونوا كيعانيوا من داء السكري، فالمهمات هكا تشوفوها ان الوليدات حلوين وربي زاد لهم الحلاوه، يعني كيكونوا حليلوين اكثر، هكا نشوف وليداتي. ثانيا الاخت قالت لنا ان الطبيب زوينه هذه الصوره عندك دكتور، شكرا. وثانيا ان شنو قال لها الطبيب؟ قال الاخت قال لها منين تاكلي منين ياكل عطيه الانسولين غابيد. ولكن الطبيب راه عطاك الدوزاج اختي، راه عطاك الكميه اللي غتعطي للوليد، حيت دابا غادي يسمعنا واحد اللي عنده داء السكري، ولا غتسمعنا شي ام ديال شي طفل عنده داء السكري، اش غتقول ليه؟ غادي نوكل وليدي وغادي نبدا نزيد في الانسولين غابيد، وانا كنعرف الناس اللي توفاو من هذه القضيه هذه. فهنا كنزيد ناكد عليكم وكنزيد نقول لكم هذه المعلومه خوفا عليكم وخوفا على الصحه ديالكم وصحه وليداتكم، وكذلك بغيتكم هذه المعلومه توصلوها وتنتشر، ان الانسولين ماشي قضيه شحال ما كليت شحال ما غنزيد في الانسولين، هذه المساله مغلوطه. الانسولين عباره على هرمون، الطبيب ديالي هو اللي كيقول لي الحد الاقصى، والطبيب ديالي اللي كيقول لي شحال خصني ناخذ منه، لان الا مشيت تعديت هذه القيمه هذه راه لا قدر الله يمكنني نادي الوفاه لا ديال صحتي ديال الدس ديالي ولا ديال الناس اخرين. فهذه كانت بين قوسين اختي سناء. اذا شنو هو حبس الشهيه؟ حبس الشهيه هي واحد المواد اللي عندها بزاف ديال كما كنقولوا بزاف ديال التاثيرات في الداخل ديال الدس ديالنا. فالاول ديالها مثلا ان الا خدينا كاين حبس الشهيه اللي كنديروه كيهبط في المعده ديالنا وكيمص ذاك الماء اللي فيها وكيتنفخ.
حنا غادي نواصلوا باش نفسروا بشكل دقيق وواضح وعلمي شنو كيطرى في هاد الحابسين ديال الشهيه، او شنو كيطرى في المواد اللي كتستعملوا باش تقفل الشهيه. دكتور عماد، لي كوب فان او القافلين الشهيه اليوم في لي كوميرس، يعني في المحلات في لي بارا فارماسي او في لي فارماسي او في الاسواق، كيفاش كتكون هاد لي كوب؟ فهي عباره كتباع حبوب ولا كتباع دي سيرو؟ شنو اللي منتشر اكثر؟ فهي فيها بزاف ديال الانواع كما كيستعملوها كما كنقولوا حنا لي فورم فارماسيوتيك، يعني الاشكال الصيدليه. يعني اولا يا اما فنيد اللي كتشرب، يا اما عباره على واحد الغبره اللي كتشرب، يا اما سيرو، يا اما عباره على شاي اللي كيتخلطوا كيتيزان. ديتيزان بارح واحد السيده هضرات على ديتيزان. نعم، شاي كيتشرب. وفي المعشابات شنو كيفاش كتباع؟ فالمعشابات يا اما كيجمع الخلطه العشاب، او كيبيع هاد كما كنقولوا هاد الشاي هذا اللي كيكون كنستعملوه كوم ديتيزان، او كما قلنا بعض المعشابات اللي كنا هضرنا عليهم اللي كيبيعوا كل شيء. المعشابات اللي كذلك حتى كياخذوا هما الصفه ديال الصيدلي وكيبيعوا بعض الادويه بحال هكا. غير هو دابا الغلط فين كاين اختي سناء؟ دابا حتى قانونيا كيعرفوا هما كيفاش يعني الانسان كيخرج راسو. اش كيقول لك؟ كيقول لك مكمل غذائي، كومبليمون اليمونتير. اذا ملي كنقولوا مكمل غذائي كنهربوا من ما هو صيدلي. اذا ملي كيولي كومبليمون اليمونتير كيمنح لينا انه يتباع بطريقه عشوائيه ويتباع عادي، ما كاينش مشكل. القافلين الشهيه اشنو كيديروا في الجهاز الهضمي او في المعده ديال الانسان؟ نعم، كيفاش كيحيدوا الاحساس بالجوع؟ نعم، اذا هنا كتكون الخطوره. اذا قافل الشهيه، وانا من بعد غادي نقول لكم هاد القافلين الشهيه اللي كاينين واللي خصنا نردوا لهم البال. كاين قافل الشهيه شنو كيدير؟ كيدخل لنا المعده ديالنا وكيمص داك الماء اللي فيها وكيتنفخ وكيبقى جالس في المعده. اذا طالما ديك المعده فيها هاد الماده هذه منفوخه، الانسان كيحس براسو مسقوم. مسقوم، ما غايقدر ياكل ما والو. ولكن الا حبسنا المعده ما كنخليوش هذاك الحمض، يعني لاسيد كلوريدريك، يعني الحمض الكلوريد اللي عندنا لداخل، داك الماء القطع اللي عطينا الله سبحانه وتعالى اللي عندنا في المعده لداخل، ما كيوليش كيخدم بطريقه طبيعيه. يعني الا مشى لينا هذا حبيس الشهيه بدينا كنحبسوه او مشى داك المفعول ديالو، كيولي عندنا ديك الحموضه كثيره. اذا شنو هنا غيولي عندنا؟ غتولي عندنا الدوخه، غيولي عندنا الاحساس بالرده اننا بغينا يعني الاستفراغ. فهاد المساله خصنا نردو لها البال. النوع الثاني ما كيختمش على المعده، كيهبط لينا شويه لجهه المصارن. اش كيدير لينا؟ كيحبس لينا عمليه امتصاص الدهون، يعني اي حاجه دهنيه ما كتبقاش كتمتص من المصارن. ولكن حنا راه هضرنا البارح قلنا راه كاينين فيتامينات اللي كيذوبوا في الدهون، كاينين عندنا دهون اللي كينفعوا الصحه ديالنا، كاينين عندنا دهون اللي كيزيتوا لنا العروقه باش الدم كيمشي بطريقه طبيعيه وكتبقى عندنا العروقه كيخدموا بطريقه يعني سليمه. وإلا هضرنا على العروقه، فراه العروقه منتشرين في الجسم كامل، واكثر منطقه اللي كنعرفوها يعني كاين العريقات الفوق ديال الدماغ، احنا غادي نوليو ناثروا على الدماغ ديالنا وكنهبطوا شويه عاوتاني كنلقاو القلب. اذا جوج ديال الحوايج بعدا، اول حاجه كيتاثروا بهاد حابسين الشهيه اللي كيعطيو هذا المفعول هذا اللي هو الدماغ واللي هو القلب. ثالثا الحابسين الشهيه النوع الثالث، اش كيدير هاد حابس الشهيه؟ ملي كنشربوه اش كيدير لينا؟ كينشط لينا الدماغ. اذا هاد حابسين الشهيه كيكونوا بحال شكل واحد كما كنقولوا واحد المخدر اللي بسيط، ومخدر اللي كيكون كيتباع عادي، اللي هما كيتعتبروا كما يسمى بليزون فيتامين، يعني ولا ليزانوكسيجين. شنو كيديروا هادو كيهيجوا، يعني بحال شكل غير هما كيكونوا اكثر من القهوه واكثر من اتاي. وانا غادي نقول هاد النباتات شنو هما، اش كيديروا لينا؟ الدماغ كيولي كيشتغل بواحد الطريقه كما كنقولوا نشيط، وما كيبقاش كيفكر في الماكله. ولكن هنا كاينين الاعراض الجانبيه. المساله الاخرى اللي كتاثر على الدماغ اللي هما كنستعملوا اللي كيستعملوا مستخلصات ديال تي 3 و تي 4، يعني الهرمونات اللي كيتستعملوا في الغده الدرقيه اللي كيعالجوا الغده الدرقيه. وهذا الشيء علاش هاد الناس هادو مشاو لهذا الشيء؟ لان هاد ديال الغده الدرقيه ولا لي زونفيتامين اللي هضرنا عليهم، دوك المنبهات اللي دايرين بحال مخدرات صغيره، اش كيديروا هادو؟ كيعطيونا حاله تعرق. إذا الإنسان كيلعبوا لي على النفسية ديالو، ملي كنلقى راسي أنني كنشربهم وكنتحرك وكيكون عندي واحد التعرق كبير، هنا كيقول هذا ضرب ولا كيعطيني مفعول ولا كتحبس لي الشهية ولا الدهون كيمشي. ولكن ملي كنعطيهم مستخلصات الغدة الدرقية وكنعطيوها الإنسان سليم وما كيتخادوش بطريقة طبية وما كيتخادوش بوصفة طبية، أش كيوقع لهذا السيد؟ كيوقع عليه خلل على المستوى ديال الغدة الدرقية ديالو. والغدة الدرقية شناهي الغدة الدرقية؟ إلا خدينا الميزان
كفه هنا وكفه هنا كاينه واحد ليبره اللي كتقاد، هذيك ليبره هي الغده الدرقيه، هي اللي كتعطينا التوازن للجسم كامل. فهنا كنكونوا عطينا خلل هرموني للجسم ديالنا كامل. مع المده لا قدر الله يقدر يسبب لنا في سرطان ديال الغده الدرقيه، يقدر يسبب لنا في سرطانات اخرى، وخاصه عند النساء اللي يقدر يوصل حتى لسرطان الثدي. ثانيا المخاطر ديال كما قلنا دوك النباتات اللي كيكونوا بحال شكل مخدرات صغيره او هاد المستخلصات ديال الغده الدرقيه، انه كيهرس لينا الجهاز العصبي، يعني الجهاز العصبي ما كيبقاش كيخدم بواحد الطريقه طبيعيه، كيولي الانسان كيترعد بزاف، كيولي الانسان كيتعصب بزاف، كيولي الانسان ما كيبقاش كينعس مزيان، كيولي الانسان عنده اضطرابات لف واش كيأثر عليه ماشي غير في ذاته، حتى في الحياه الاجتماعيه ديالو، حتى في خدمته، وكيكون بهكا خسر حياته وخسر هذاك المحيط اللي كيكون كيحيط به. إذن هاد المواد هادي اللي غادي نهضر عليها، إذن بالنسبة للنباتات هادي راه هادو ردوا لهم البال. أولا كاين ما يسمى بالغوارانا، هادي كتجي من تايلاند وكتجي من آسيا، ردوا لها البال. الغوارانا هادي من نلقاو شي مشروب فيه الغوارانا ولا نلقاو هاد المادة الغوارانا نحاولوا أننا ما نستهلكوهاش. وهاد الغوارانا كتكون في حبوب حتى هي كومبليمون أليمونتيغ، كتباع في لي بارافارماسي ولا أو في الصيدليات. نعم. على أنها كتنشط الدم بالنسبة للناس أو السيدات في فترة العياء أو التعب أو الإرهاق، وكتعطى بعض المرات حتى للمراهقين في فترة الامتحانات. أكيد، حيت أنت دابا قلتي لي فترة ديال الإرهاق وفترة الامتحانات، يعني ما كنفوتوش المسألة اللي كنت غادي نرجع لها في الأخر، شنو هي؟ حابي الشهية راه كيعطيو الأطباء الاختصاصيين غير ديك 15 يوم ولا 20 يوم باش نعودوا على الجوع. اذا الكوارانا ماده غنشعلوا عليها اليوم واحد النجيمه ولا واحد البوله ردوا لها البال. نعم. الماده الثانيه هي الافيدرين. الافيدرين راه كاين بزاف ديال الادويه الصيدليه راه تحيدات منهم. الافيدرين تضاهي المورفين، الافيدرين تضاهي مخدر المورفين، وهي عندها اعراض جانبيه. اولا الانسان ملي كياخذها كيولي خاصو ياخذ هديمه. ثانيا ان بالنسبه للناس اللي كيعانوا من الضغط منخفض، راه الا خذوا الافيدرين غادي يهبط لهم الضغط وغيطيحوا في الكوما. ثانيا هاد ماده الافيدرين اللي هي من نبته الافيدرا، فهي عندها مخاطر كبيره على الجهاز العصبي ديالنا. الماده الثالثه اللي بغيت نهضر عليها اللي هي كذلك ولات متداوله هنا في المغرب، ما يسمى بالكونجاك. هذا الكونجاك هذه كتجي من اسيا، وهذه عندها ذاك الفعل اسفنجي، يعني بحال البونجا ملي كنشربوها كتولي بحال البونجا في المعده، كذلك كتعطينا هذه المشاكل هذه اللي هضرنا عليها. نبته او حبه الكولا، يعني الكولا نوت، البارح كان سؤال على هذه الماده. نعم. نبته الكولا كذلك لانها كترفع كتعتبر في كما كنقولوا في لي زونفيتامين، يعني المنشطات. هادو مواد اللي خصنا نحاولوا نتفاداوهم، وكما قلنا المواد الكيماويه ديال اللي كيكونوا مستخلصين من الغده الدرقيه. وهذا الدواء كيتباع وشنو تيتدق وكدير به خلطات ولا هكاك الكينات ديال الغده الدرقيه ديال لاتيغويد؟ نعم. كيتباعوا لاستعمالات اخرى؟ نعم، هما اكيد كيتباعوا لاستعمالات اخرى، ولكن كاين ناس كيجيبوهم دابا خاصه في اوروبا بزاف كانوا كيستعملوا هذه المساله هذه. دونك اذا الى شي واحد كيكون عنده في اوروبا كيقول ليه خذ هذه الماده الفلانيه عندكم، وكيولي كيستهلكها. قلتكم قولوا لنا شنو هي الامور اللي خديتو، حيت نصحوكم انها كتقفل الشهيه. لي كوبفان او قفل الشهيه شنو هي الامور اللي كتسقم باش كتخليكم تاكلوا شويه في النهار؟ شنو هي الحبوب او السيرويات او المكملات الغذائيه اي لي كومبليمون اليمونتيغ اللي استعملتوا، وكيفاش كان التاثير ديالها عليكم؟ سر عماد، حنايا طبعا غادي نشوفوا شنو اسئله المستمعات ديالنا. نعم. وفي انتظار ذلك بغيت نطرح عليك واحد السؤال. عدد المستمعات اللي دابا اتصلوا بهاجر قالوا لي داروا الخلطه ديال السكينجبير والحامض ودارت لهم الالم في المصارن، حرقت لهم الكرش ديالهم، وكذلك عطاتهم مشاكل. يا ريت تعاود تشرح لمستمعاتنا اللي كانوا كيسولوا على هذه الماده، علاش غدر هذه الخلطه ديال السكينجبير والحامض؟ نعم، في جوج كلمات باش نكملوا. فالسكينجبير والحامض قلنا كاينه ماده زنكبيري اللي هي ماده حامضه بزاف، وكنزيدوا لها لاسيد سيتريك اللي كيكون حمض السيتريك اللي كاين في الحامض. ملي كنخلطوا هذا المركب هذا كان ملي كيطيح في المعده كيزيد من درجه الحموضه في المعده ديالنا، والحموضه حنا عندنا متوازنه في المعده ديالنا، اذا الا طلعات كتحرق لينا المعده، والا حرقت المعده راه هذاك الجهاز الهضمي كله كياكل العصا، والجهاز الهضمي كله كيولي فيه المشاكل. وهاد الوصفه هذه ودابا واقيلا غنتمناوها في اصوات في حديث ومغزل مع سناء الزعيم، غادي نقولوا لها لا 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 ثلاثه ديال المرات، اي حاجه اللي غادي تكون مضره. دكتور عماد، راه كاينين اطباء. نعم. واللي كينصحوا بهذه الوصفه.
اختي سناء الجبير والحامض اكيد، حيت انا ككوني اختصاصي في المجال الطبيعي وكوني دكتور صيدلي وكوني باحث في هذا المجال وكنعرفوا حيت الصيدلي اكثر درايه، وانا كنتحمل المسؤوليه ديال الهضره، الصيدلي الباحث اكثر درايه من الطبيب لانه كيعرف هذه المواد هذه كيتعامل معها اكثر، وحنايا كما كنقولوا اللي كنصنعوا الدواء، اذا الصيدلي اللي كيصنع الدواء اذا عارف هذه المواد وعارف الخطوره ديالها، وكاينه واحد الماده اللي كتسمى الفارماكوثيرابي، هذه الماده هذه هي اللي كنصايبوا فيها واخا كيتصنع الدواء وكيتستعمل، ولكن كنشوفوا حنايا داك الدواء باش ما يضرش الصحه ديالنا في الاستعمال ديالو. يعني دابا اليوم انت عندنا في البرنامج حديثو مغزل مع سناء الزعيم، حنا مباشره على اصوات كتقول الناس وهاد الهضره ديالك راه كتوصل حتى للاختصاصيين في التغذيه والاطباء، كتحمل المسؤوليه ديال هاد الهضره هادي اختي سناء، تطلب منهم انه اليوم نوقفوا واحد الوصفه واحد الخلطه اللي كيتنصحوا بها السيدات والناس عموما الحرق الدهون اللي هي الخلطه ديال سكنجبير والحامض. اكيد لا سيمانه ولا جوج، لا سيمانه ولا ما تستعملش نهائيا، ما تستعملش لان عندها مضره كبيره على المعده ديالنا. ونقدر ناكد لك انه الكثير من المستمعات اللي اتصلوا دابا حنا معك مباشره بهاجر وقالوا لها فعلا استعملوا هذه الخلطه واثرت عليهم بزاف على المصارن وعلى الجهاز الهضمي، شبات لهم مشاكل كثيره. مجموعه السيدات اللي ايضا اتصلوا بنا دكتور عماد كيسولوا زريعه الكتان، نعم. البارح قلنا انها غير منصوح بها الاستعمال لحرق الدهون ولنقص الوزن، السيدات دابا كيتصلوا كيطلبوا منك تعاود تاكد لهم هذه المعلومه. نعم، فكما قلنا زريعه الكتان اولا بعدا ما كتحرقش، لان الا تحرقات كتولي ماده سامه كيمكن لها تؤدي لنا للسرطان. ثانيا زريعه الكتان الاستعمال ديالها ملي كنستعملوها كتاثر لنا بالكبد وكتاثر لنا على الكلي ديالنا، هذا هما الاعراض اللي كيمكن لها تعطينا زريعه الكتان، وهذا الشيء راه الحمد لله جات شهاده. زريعه الكتان في الامراض التنفسيه في الحساسيه. نعم، امراض التنفسيه على حسب الكميه كيفاش غنستعملوا، انا شنو كنقول؟ كنقول كناخذوها هكاك خضره كنطحنوها، كناخذوا معلقه صغيره ديالها، كنخلطوها بجوج معالق كبار ديال العسل الحر، وكناخذوا غير معلقه ديالها، معلقه صغيره، في الصباح بعد الفطور فقط، وما كنكثروش اكثر من سيمانه. هذه لمعالجة اش من نوع؟ الجهاز التنفسي، يعني داك الناس اللي كيكون عندهم مشكل ديال الكحبه اللي كيكون ستر دارهم فقط، هادشي اللي كاين. اما اللي بغى تستعمل زريعه الكتان باش تضعف؟ نعم، زريعه الكتان باش تضعف كون على يقين اختي سناء مورا 15 يوم ولا 20 يوم اللي غتستعملها غادي يوليو عندها مشاكل على المستوى ديال الكلي ومستوى ديال الكبده ديالها. نعم، واخا معنا الاخت منيا من الدار البيضاء، صباح الخير منيا. صباح النور سناء. مرحبا بك معنا على راديو اصوات. الله يخليك، بغيت نهضر مع الدكتور عماد لك ممكن؟ إيه هو ممكن طبعا، وحنا جميع معك، تفضلي سؤالك مباشرة مونيا. الله يخليك، أنا عندي مشكل كبير، أنا كان وزن 100 وكنت كان وزن 117 ودرت ريجيم مع الدكتورة ديال الريجيم ووصلت حتى ل 100، دابا في ظرف عام ونص ولكن تبلوكيت ودخليت واحد الدواء عاد خرج جديد ديال ما نقولوش المادة. نعم، شوفي لها المكونات. آخر ما خرج. آخر ما خرج، شنو فيه؟ شنو المادة اللي فيها مونيا؟ خديتي من السعودية. المادة اللي فيه، تقدري تقرايها لنا؟ تقدري تقراي لنا المادة اللي فيه؟ بصراحة حبسته لأن جاني القبط ولات فيا الصخفة، أنا عندي ليبوتيرويد. فهمت، دابا غنسولك واش هذا محلو، واش هذا فيه أعشاب ولا مادة كيميائية، يعني دواء كيميائي؟ لا هو دي جيلول خديته. نعم. ما كاتبينش فيه، كاتبين فيه شي تشيتوسان اسكوربيك اكسيد جيم نيما سيلفستر، هادشي اللي كاتبين فيه. يعني ما باينش مزيان شنو فيه المكونات. المكونات. واخا هاد الحبوب منين شريتيهم مونيا؟ خديتهم انا جبتهم من السعوديه. جبتهم يعني كنتي في السعوديه وشريتيهم؟ لا انا غير جابهم يوم جابهم لك. نعم. في الانترنت. واخا سمعتي عليه في الانترنت، شنو هاد تيقولوا انه مزيان كيضعف؟ شحال الوقت خديتيه مونيا؟ دابا خديته شهر وحبس، لان واش شد لك الشهيه؟ لا عادي. انا كيعطيك الاسهال؟ عطاك الاسهال؟ لا قال لك دار لها لا كونستيباسيون، دار لها القبض. من شربتيه؟ واخا اذا شنو تقول لمونيا دكتور عماد؟ نعم. شنو سؤالك مونيا؟ نقولك انا دابا غير حدي نحبس نزيد السيمانه 4-5 كيلو في الريجيم، غير حدي نحبس غنطلق شويه. وعندك مشكل ديال الغده الدرقيه، عندك نيبوتيغويد دكتور عماد. نعم.
كنعرفوا على انه مشاكل او اضطرابات الغده الدرقيه والتيغويد، وفي الحاله ديال الليبوتيغويد كتعطي واحد زياده في الوزن. اكيد كتعطي زياده في الوزن، الخلل فيها. وتيروان الليبوتيغويد كنقول الاخت بعدا تبقى تاخذ الدواء ديالها، راه كاين دواء واحد هو اللي كاين في المغرب اللي كيتخاد، هذاك راه امين ما خصناش نقطعوه لانه كيعطي لنا الطبيب افي. ثانيا على سولت واش عطاك واش دار لك الاسهال في الاول، حيت كاينين دوك حابسين الشاي او دايرين داك حارقين الدهون اللي كيعطيو الاسهال في الاول، وكما شنو قلت لكم انه كيولي كيحبس الامتصاص ديال الدهون، يعني واخا كيعطي الاسهال في الاول من بعد كيولي كيعطينا هذا المشكل هذا ديال ان الكرش كتقصع كما كنقولوا. ف شنو غنقول لك اختي، ان هذا المشكل دابا ديال اللي ولا عندك دابا ديال القبطه، شنو غدير؟ غتاخذي معلقه صغيره ديال زيت الزيتون يعني زيت العود من الصباح للصباح على الريق مده ديال شهرين. بالنسبه للحابس الدهون والمساج اللي كيدار على برا فخليك في الاستماع ان شاء الله غادي نعطيه في الاخر ديال الحلقه. ومساله اخرى اللي كنقولها، حنا دابا هنا كنعطيو ما هو كما كنقولوا ما هو صيدلي، اما غدا ان شاء الله مع الدكتوره سناء العناني يعني غيكون واحد التوازن، غتكون حميه زائد هذه الوصفات باش كيمكننا نقصوا الوزن. مرحبا، بارك الله فيك. شنو سؤالك؟ اختي سناء. نعم مريم. اهلا اختي، كديره بخير؟ الحمد لله. كنشكركم بزاف والله اختي، كنشكركم ونهار كبير هذا اللي انا هضرت معاكم. الله يكبر بيك. وشنو السؤال؟ دكتور عماد وكاع الطاقه وكاع كل جنود الخفاء كلهم اللي في اصوات. الله يبارك فيك مريم. اللي بغيت نقول لك اختي، انا كناخذ بغيت ندخل نقول للدكتور عماد المدافي. كنت ناخذ في الصباح وكيقول لي صومي عليه عامي ساعتين ساعتين عاد نفطر. واخا وهادي كيدير لي السخفه، كيدير لك السخفه. واخا انا كنشكرك بزاف على هذا السؤال، مهم بزاف مريم. انا سبق لي تكلمت على هذه المساله ايضا في البرنامج، وهذه من العادات اللي انا شخصيا شفتها عند الصينيين. كيشربوا المدافي وما كاينش غير على الريق في الصباح، النهار كامل هو ما كيشربوش الماء بارد، ما عندهمش شي حاجه سميتها الماء بارد، كيشربوا المدافي. وحنا كنعرفوا كيفاش انه الصينيين عندهم واحد الثقافه ديال الحفاظ على الصحه وديال الجسم ديالهم عجيبه. دكتور عماد. نعم، فالمدافي اكيد انه مزيان للجسم. علاش؟ لان بحال كي دير الفيدونج الدات كيغسلها، ولكن الا درتي غير واحد ساعه تقريبا راه هو كافيك انه يعطي المفعول ديالو، بلا ما تسني ساعتين، غير ساعه وحده راه هي كافيه باش كما كنقولوا ينقي الجسم ديالنا. إذن بالنسبه للسخفه اختي، انك ساعه يعني الا نقصتي ساعه راه ما يبقاش يعطيك هذا المشكل هذا. وحاولي انك حتى في التغذيه ديالك تنوعيها، لان السخفه هذيك عندها علاقه عاوتاني بالتغذيه، عندها علاقه بالفيتامينات، عندها بعلاقه الدات شنو كتاخذ، هي اللي كتوقف كما كنقول فيك. دكتور عماد قالت لك انها سمعت في واحد الاذاعه انه اللي بغى يضعف يبقى ياكل طرف ديال بدنجال كل نهار، وفي مده ديال شهر كينقص الوزن ديالو. هي بغات تجربها ولكن بغات حتى تاكد من الدكتور ديالنا. قالت لك لحقاش الثقه ديالها كامله فيك كبيره دكتور عماد، ولانها جربت وصفه ديالك الخليجيه وقالت لك كانت نتيجه رائعه. شكرا لكم بزاف وصباحكم مبروك، ونتمنى اختي سناء تجاوبيني اش تقول لها. نعم، فكما كنقولوا البدنجال عنده واحد الفائده كبيره على الجسم ديالنا، وكذلك فعلا انه عنده واحد القوه انها كتحرق الدهون. فغير هو ما تاخذيش خضر طبعا، انك تاخذيه مشوي ولا تاخذيه بالطريقه اللي كنطيبوا حنايا فهو كافيك باش يعطيك هذه الفعاليه هذه. ولكن الانسان الا كلا بدنجال ماشي ياكلو ويغمس ويكثر الدهون ويبقى كياكل بالفوضى. نعم، فحين كما قلنا ما يمكنش يعطي النتيجه. اكيد اختي سناء، شنو قلت انا؟ قلت غادي نعطيو الوصفات زائد الحميه ديال الدكتوره سناء العناني باش غيكون متكامل. والوصفه هي كيفاش نقفلوا الشهيه او نقصوا بوصفه طبيعيه امنه. امنه، نعم. فغادي نعطيكم حاجه بسيطه واللي ما غدرش بالصحه ديالكم. غادي ناخذوا الخروب، غادي ناخذوا التفاح، وغناخذوا الصفرجل. اذا الخروب، التفاح، الصفرجل. الخروب كنحيدوا له دوك العظيمات ديالو، وكناخذوا تقريبا خروبه واحده اللي كتكون طويله، كنحيدوا له دوك العظيمات ديالها، كنقطعوها كنقردوها صغيره وكنديروها في شويه ديال الماء سخون باش ترطب شويه. التفاحه كناخذوا نص تفاحه. الصفرجل كناخذوا يا اما نص صفرجله متوسطه شويه، الا كانت كبيره كناخذوا غير الربع ديالها. ودابا وقت الصفرجل. نعم، اش كنديروا؟ هاد المكونات كامله كنحطوهم في الخلاط الكهربائي، قدرنا نزيدوا عليهم الماء وتشربوهم بالماء كان احسن. ما قدرتوش جاتكم القضيه صعيبه، غادي تزيدوا عليهم واحد الكاس صغير ديال عصير البرتقال. اذا كاس صغير ديال عصير البرتقال بلا ما نزيدوا السكر. بلا سكر. اذا كاس صغير ديال عصير البرتقال
ونحاولوا داك العصير نصفيوه من العظام باش ما يعطيناش ديك المروريه، ولا كاس صغير ديال الماء غادي نطحنوا هذا الخليط هذا تطحن مزيان وكنوليو كنشربوه نص ساعه بعد الفطور ونص ساعه بعد العشاء فقط، يعني جوج المرات في النهار. على المده ديال شحال؟ المده ديال شهر، مدة ديال شهر مع الحمية باش نولفوا ذاتنا انها ما تبقاش كتاكل بزاف. وهنا كوني على يقين انه ان شاء الله مع هذا مع شويه ديال الفطور اللي كيكون ديال الحمية غادي يكون كافي انه يقفل لهم الشهيه بطريقه امنه، لان الخروب كنعرفوا المنافع ديالو كثيره وذكرناها. التفاح ما غاديش نهضروا عليه لان معروف كذلك المنافع، والصفرجل حتى هو هادو مواد لمغذيه واللي ما غدرش الصحه ديالنا، وثانيا انها غتساعدنا حتى على عمليه الهضم. مدة شهر جوج المرات في الأسبوع غادي تشربوهم من بعد الفطور ومن بعد العشاء. قبل يعني عفوا اسمح لي قبل الفطور وقبل العشاء بنص ساعة. نص كاس صغير. لا بنص ساعة ناخذو كويس صغير. كاس صغير هذيك الخلطة اللي كنصايبوها كنشربوها هي. إذا هو بحال عصير ولكن هذا قافي للشهية، طبيعي مضمون وآمن. الوصفة الثانية اللي كتقدمها أيضا لأول مرة هي للتدليك المحلي في مناطق من الجسم واللي يحرق الدهون. نعم، فهنا غادي نحاول نجبدوا واحد المادة اللي موجودة كذلك ولات منتشرة اللي هو الطين الأزرق. الطين الازرق علاش غني بماده السيليسيوم والكوبالت، فهاد جوج ديال المواد عندهم فعاليه كبيره في حرق الدهون وكذلك كيعطيونا المرونه للبشره ديالنا بواحد الطريقه سريعه. اذا كناخذوا الطين الازرق، اذا كنعاود الطين الازرق لارجيل بلو كناخذوا منه معلقه صغيره فقط، كنزيدوا عليه معلقه كبيره من زيت البرتقال وزيت ارقل الجميل. اذا نعاود الطين الازرق زيت البرتقال وزيت ارقل الجميل. الطين الازرق كناخذوا معلقه صغيره كنخلطوها مع معلقه كبيره ديال زيت البرتقال وزيت ارقل الجميل، كنخلطوا هذا الخليط مزيان. شحال ديال زيت ارقان؟ معلقه كبيره، معلقه كبيره ديال زيت البرتقال. اذا البرتقال وديال الارقان جوج معلق، معلقه كبيره من كل زيت. نعم. ومعلقه صغيره ديال الطين الازرق. الازرق. وتخلط السيده هذاك الشيء. كنخلطوهم مزيان ومن بعد هذاك الخليط كنهزوه، واخا يكون غير شويه كيتهز لينا في يدينا كنديروا به واحد الماساج في البلايص اللي بغيناهم ينقصوا، كندهنوه مزيان. تاع مستوى البطن او الارداف. اكيد. اللي كيتشكاو منها بزاف السيدات. نعم. وبالنسبه للبطن كندوروا عليه هذاك كما كنقولوا ذاك السيلوفان يعني اللي كنستعملوا في المطبخ، كنخليوه بعد ما كنديروا ماساج ديال 5 حتى 10 دقائق كنخليوه مده ديال 50 دقيقه وكنغسلوه. بالنسبه للمناطق الاخرى كذلك كنديروا ماساج ديال 5 حتى 10 دقائق 50 دقيقه وكنغسلوه. العمليه كنديروها نهاريه نهار لا مده ديال 3 شهور وكتعطي ان شاء الله المفعول. بالفعل شهر ونص غادي يبان المفعول ان شاء الله. دكتور عماد، السيدات اللي كيتريضوا واش هاد الماده ممكن يديروها قبل ما يتريضوا؟ هذه اذا بغاو يديروا هاد الماده يديروها، ولكن يديروا ديك الصمطه اللي كتستعمل الرياضه لانها كتكون كتنفس كما كنقولوا، اما باش يديروا ميكا هذه منهي، وكذلك حتى ميكا راه غير منصوح بها باش نديروا بها الرياضه، خصنا نعرفوا هذه المساله هذه. انها كتشد يعني المسام وعمليه التعرق ما كتكونش صحيه في ظروف صحيه. حيت انا نعطيهم مثال باش غادي يفهموا ويديروا في بالهم، اذا كنا شاعلين البوطه وغطيناها كيطفى العافيه، اذا خص العافيه باش تحرق خصها الاكسجين، اذا انتم ديروا هذه المساله في بالكم وغتفهموا الميكا الخطوره ديالها. السيدات اللي ما عندهمش الطين الازرق واش يعوضوه بالطين الاخضر او الابيض؟ ماشي مشكل. ماشي مشكل، ولكن كتفضل الطين الازرق. لانه مركز فيه ماده الكوبالت وجد مفيده لهذا المشكل.